طيب النهارده كان في لجنه اداره اتحاد الكره المصري، كان في اجتماع برئاسه عمرو الجنايني مع طبعا رؤساء ومندوبي انديه الدوري الممتاز، طلبوا من خلاله باعاده النظر في مساله اختيار الحكم او الحكام لمباريات مسابقه الدوري. واكيد طالما في اجتماع لرؤساء الانديه يبقى اكيد الحاج محمد مصلحي هو اكتر واحد هتلاقوه اتكلم في الموضوع ده، لان هو اكتر واحد تضرر من موضوع يعني الحكام مع نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة. أهداف كتيرة تم إحرازها لنادي الاتحاد بطبعا نقاط، يعني 9 نقاط كان ممكن يغيروا شكل الدوري أصلا، يعني ممكن تلاقي الاتحاد في المركز الأول مع النادي الأهلي، 9 نقاط ده رقم كبير جدا. لو جبنا جدول الدوري وبصينا فيها هنلاقي إن 9 نقاط دي كانت ممكن غيرت شكل الدوري المصري، وطبعا بتدي بقى اللعيبة حوافز تانية وبتدي اللعيبة شكل تاني وثقة وحاجات كتير جدا. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق للتحكيم المصري في الفترة اللي جاية. أدي